اللامبا ويقولوا قال حشاكم وقلت خلاص هذيك مثل 65 الى نادي ولا مستقله في 60 سنه ولا لا مستعمرين ولا الدوله لها مستعمرتنا تعطينا حقنا. يونا مار بركات لولادنا خاوتنا ما خرجوش على الباطل، المليعه ما خرجتش على الباطل، راه الموج الحق الاعظم، راه الحق الاعظم بركات وطرود شرق غرب اللي فيها كاع اصعب التضاريس، فيها الشعب وفيها الجبل وفيها الواد، خدموها ومنا كل يوم كار تموت، راكم تشوفوا مانيش نكذب، كل يوم كار تموت، رانا بشر ماناش عباد، حنا محكورين في كل حاجه، باقي الوطن هذيك راهنا منها. الهي كيما قال لك النائب التركي الله يرحمه، الهي جغرافيا حنا ثلاث ارباع تاع الجزائر. إله الفيدرال حنا وله الدافع حنا وله القاص حنا وله كلش حنا، وإنما حنا ماناش حنا، حنا ماناش حنا، مالك تبوش وما نزعوش منها حنايا الشيات. البريزيدون اللي يجي يدي الأصوات من الجنوب، الرئيس الجمهورية اللي يجي يدي الأصوات من الجنوب، المسؤول اللي باغي يخرج لارو ثلاثة بعدو للصحراء، المسؤول المعاقبة بعدو للصحراء. ها هنايا جاري الرئيس داير هذا، والله ما تدخل عنده، ما تدخلش عنده. تقابل سق الله يا ربي عشرين تشوفوه هو ما تشوفوش، قال جوج بيبان تاع حديد، ما تدخلش عنده كاع، واش راه يشوف في روحه هذا؟ واش راه يشوف الوالي؟ شكون هذا والي ضعيف جدا؟ ما عندوش شخصية وماهوش مسؤول، ورانا محكورين. حبيته والله كرهته، اللي راه يشوف في روحه لاباس عليه، اقسم بالله غير مازال تلحق له هو شخصية، رانا كاع لاباس علينا، بصح فينا قلوب حيين. كاع راني نحضر وخدام ولا باش عليا بصح قلبي حي، ما نبغيش حقرة، ما نبغيش الحقرة. علاه الدبل فوال فوق هنا ما كانش؟ هنا خاطش قطوطة. الوجه التاقي اللي فوت منا بصح عاطي الطريق دايرة كيما هذه الطريق وراها خدمة وراها هذيك 100 حاجة تسنى. راها من 2000 كانت يا جماعة ومن 2000 سال مازال ما جاتش وحدات سكنية هنا تبنات. دائما ياك دايرة من الكبار ياك رانا بريتين 60000 يا كاع عندكم خاوه اولاد وتزوجوا وتزوجوا على عندنا اجمل تاع التمور النخل يحشوا فيه باه يقول لبنو وبني ما كانش من 2016 ما ديناش ما ديناش حصه مليحه البارح في التلفزيون كيسمو في الشلف والله ما شافيش طيف في الطيف 6540 وحده سكنيه حنا منذ الاستقلال مازال ما لحقناش 1000 اللي راه يشوف فيها راه لاباس عليه اقسم بالله العلي العظيم ما راه لاباس عليه حنا 200 130 واش يدير لك يلعبوا لك على النعارات العروسيه اه عطيتو للشوارق ياسر عطيتو للشعبه ياسر يا ودي فيقوا 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 هذه راهي حقره مقننه والمسؤول اللي يجي يسكر على روحه الكليماتيزور وجات العداله في الجزائر انا مسؤول كيما هذا خليك تشرب بلا كليماتيزور اروح رئيس الدائره والله الوالي والله دير بورتكي اروح كمدير تاع الصحه يجيني فيديو من السبيطار بلي واحد ما لقاش طبيب والله واحد راه مريض يا مدير الصحه تدخل الحبس نجيب المدير تاع التشغيل نمشي في الطروطوار نلقى واحد مريح ماهوش خدام تدخل للحبس وراها الامور تريقلك وانما انا واش يديرو يعطي السكرتاريه ويسكر عليه بجوج بيبان ويدير له الكليماتيزور والسائق الخاص وكلش خاص ويجي لك نهار في الاسبوع يستقبلك كيف يستقبلك؟ يستقبلك بالشيلانك يكالميك ويقول لك روح نهار في السمانه وما يستقبلكش راه ريدي وما وش هنا راه عنده صوالح ويلعبوا لنا على حبلين لاننا اغبياء هو يقول لك روح شوف اللي انتخبته اللي انتخبته يقول لك انا ما عنديش صلاحيه استيلو حتى يرضى علي رئيس دائره يعني قعدنا نلعبوا بين بينه وكلش راح كلش راح ما نتعوش بعضنا خاوتنا الولاد ما ماهوش مشتاقين خوضة وحنا ماناش مشتاقين فوضى وتكسار ورواد وكلش حنا محتاجين حقنا بركات بركات واكتب لي في ورقة خلاونا عايشين عليك واش الزيت ما كانش الفارينة ما كانش اللامبة الطريق الحفرة الرقاب هاد الصوالح نورمالمون ملي استقالت الدولة الجزائرية راهي تبنات ونتحدى أي واحد فيكم اللي يقول لي الدولة الجزائرية حاضرها أحسن من ماضيها يقولوا كذاب الماضي تاع الجزائر أحسن من الحاضر تاعها كانت البنى التحتية كاينة كانت لاباس عليها وعايشين لابان في ظلم خلاص من استقلت وكثرة الملاير الدولارات كثرة السرقات كل يوم يديروا لنا فينا من العصابة منا وهذه العصابة عصابة 3 عصابة 5 وحنا قعدنا بين البينات لازم نفيقوا
يونا مار يونا القانون هذا يتبدل، وراني نهضر قبل الإطار الدستوري والقانوني، مانيش خارج على القانون الجزائري. روحوا على الطرب مسعود شنو كتاب الدستور الجزائري وقراوه. إذا عندك حق في الاحتجاج يكفلوك الدستور، وإذا عندك حق في العمل يكفلوك الدستور، وإذا عندك حق في السكن يكفلوك الدستور. أنا راني مانيش جايب طايح عليا مناب ونحكي فيه، هذا واش راه تقول لك الدولة الجزائرية نعطيك، وإنما ما عطاتكش الدولة الجزائرية. العدالة والظلم ماهوش يتقسم بالعدل، الظلم يا جماعة يا الظلم والله ماهوش يتقسم بالعدل. وتروح الله بلاش حدا على بيسين، أنت في الصحراء بحد ما عندكش. تروح الله بلاش حدا على بيسين هنا في الصحراء ما عندك والو، عندك العقرب، عندك الموت، عندك الهم الميزيرية، بركات من بعيشة الدم، موتي ولا هاد المعيشة. واش يدير لك الحلول؟ وجايك الحلول كي تخرج طالب على حقك واش يدير؟ ابعث لابوليس. البوليسي ما عندوش قرار سياسي ولا قرار سيادي. البوليسي ماهوش رجل سياسي اللي تبعته لي. الحلول القمعية هذه ونمار. أشوف خاصة السكنة نهضة، خاصة الطريق مش مخدومة نهضة، خاصة المسؤول ما عجبنيش نهضة. احنا نطالبوا بقسم رحيل هذا رئيس الدائرة، هذا الدكتاتوري والوالي هذا يروح. كان واحد القرن واحد آخر. أي تحرك يقول لك تغيير في سلك الولايات. تغيير أنا من 62 يشوفوا فيه. هذا تغيير كأشخاص، بس على التغيير الميداني وين راح؟ التغيير الميداني وين راح؟ ما كانش. حاسي مسغيش هنا هاي وين حاسي مسغيش اللي ما يعرفهاش نعتال. بعد حاسي مسعود أكبر احتياط. وشوفها قبل عين وسمعها في التلفزيون بصح ما تعيشهاش كواقع. لحقوا الناس في الترافيك، واحد الترافيك اللي يجي دونسور كذا باه يدخل على السياسة، هذا عيب وعار. واحد يترافيكي في غردايا باه يدخل كالناس، هذا عيب وعار. ويقول لك راه تو فابيا، ما انما قال لك كما تكون ويولى عليكم. لقاو المشوي والزرودي وكل يوم في بلاصه وكل يوم لاباس، وعدالة التليفون وإدارة التليفون. والله ما تتسكم حاجة، والله ما تتسكم حاجة. يونا مار يونا مار يونا مار من هذا الاستعمار.